لو الحكايه فيها ان في الحان كان عامل ايه؟ اولا الامتحان صعب جدا، ده مش مستوى طالب متوسط نهائي، ده حاجه الاسئله لفه، مفيش ولا سؤال مباشر، حتى الاخطر مش مباشر. المفروض انا رايي ان المفروض الامتحان يبقى مستوى طالب متوسط، انما ده ما ينفعش كده. انا تقريبا الدفعه كلها هتشيله، يعني المفروض تاريخ وادبي الامتحان المفروض يعني التاريخ ذات نفسه بيبقى صعب، يعني المفروض الامتحان اللافت، الامتحان اللافت انا ما عرفتش هل حاجه الامتحان اللافت.